نروح لأخبارنا، الخبر اللي خلاني أشرق في بداية الحلقة صراحة، يعني ما أعرف وش أقول، بس رجل مسن لإرضاء زوجته بنى لها بيت دوار عشان ما تمل، ما حق صراحة. طبعا تمنت هذه الامرأة البوسنية أن ترى مشاهد متعددة لبيتها الممل، فقام زوجها يعطيه ألف عافية، يبلغ من العمر 72 عام، ببناء بيت دوار ترى فيه مناظر مختلفة في كل الاتجاهات. يعني مثلا اليوم ملت من هذا المنظر في جهة الشمال، لف البيت للجنوب، شافت منظر مختلف تماما، وعلى مدار 24 ساعة في أبطأ سرعاته، بينما يكمل الدورة الواحدة في 22 ثانية في أعلى سرعاته. وطبعا قد استغرق بناء 6 سنوات جماعة، 6 سنوات وهو يحاول أن يبني لها البيت اللي ما يخليها تمل منه أبدا. تحية عظيمة لهذا الرجل المسن، واللي صراحة أرفع له القبعة، ونقول لسه الدنيا بخير، يمكن لسه الدنيا بخير.